أهلا بكم مشاهدين الكرام وإلى نشرة أخبارية جديدة نقدمها لكم من قناة المكلا المحلية، والبداية مع العناوين. محافظ حضرموت يعلن عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تفجير عدد من المنشآت الخدمية والأمنية بالمكلا. ناشطون يؤكدون مساندتهم للنخبة الحضرمية ويرفضون المظاهر المسلحة من خارج المحافظة. ميليشيات الحوثي تعلن سيطرتها على مناطق واسعة في محافظتي مأرب وشبوة. التأكيد على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي في القاهرة. أهلا بكم. أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرس سالمين البحسني أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 5 عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول، مشيرا إلى أن القيادي الإرهابي أدلى بمعلومات خطيرة وتخطيطات للعناصر الإرهابية لتدمير منشآت حيوية ومهمة، مؤكدا باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذه المجاميع التي تريد السوء لحضرموت. لقد تمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاح أمني كبير وهام في هذه الأيام القليلة الماضية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 5 عناصر يقودهم عنصر قيادي إرهابي من الصف الأول، وهذا يعتبر نجاح كبير للأجهزة الأمنية. حبيت أن أوجه لهم كل الشكر والتقدير في هذه المناسبة. أحييكم أيها الشجعان، أحيي من يسهر ليل ونهار على أمن واستقرار حضرموت، وأتوجه إلى المواطنين الأعزاء بأن يوازنوا هذه القوة، القوة العسكرية والقوة الأمنية، وأن يلتفوا حولها وأن يرفعوا معنويتها في هذه الأيام التي تكالبت فيها الأعداء على حضرموت. إن هذا النجاح يعتبر نجاح كبير، وقد أدلى قائد هذه المجموعة الإرهابي الكبير الذي من الصف الأول بمعلومات جدا خطيرة، حيث كانت تنوي هذه المجموعة تدمير منشآت حيوية هامة مثل البنك المركزي ومقر الأمن، مقر الشرطة النجدة، وأيضا استهداف مجموعة من المعسكرات العسكرية واستهداف مقر السلطة المحلية. هذه لو أتيحت لهم الفرصة أرادوا أن يدمروا هذه المواقع التي تمثل بالنسبة لهم خوف، والتي تمثل بالنسبة لهم وجع رأس. وفي ذات السياق، أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرس سالمين البحسني أن محافظة حضرموت أثبتت قدرتها على مواجهة كل الأعداء. جاء ذلك خلال كلمة تحفيزية ألقاها للأجهزة العسكرية والأمنية قبل انطلاق مهمة عسكرية. وأشار المحافظ البحسني بأن هذا اللقاء جاء لتنفيذ مهمة جديدة قد تبدو أخطر من المهام السابقة، لافتا بأن النصر سيكون حليف القوة في هذه المهمة، داعيا إياهم إلى الثبات والإيمان بعدالة قضية الدفاع عن حضرموت والحفاظ على أمنها واستقرارها. ودعا المحافظ البحسني المواطنين النازحين الذين توافدوا من مناطق الصراعات والحرب واستقبلتهم حضرموت إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال الإدلاء بأي معلومات حول أي تحركات مشبوهة أو عناصر إرهابية أو مخربة، راجيا من الله تعالى أن يحفظ رجال الجيش والأمن في هذه المهمة ويسدد خطاهم ورميهم وأن يوفقهم في مهمهم ويحققوا النجاح في مهمتهم. أوجه رسالة للمواطنين، خاصة المواطنين الذين أتوا إلى حضرموت من خارج حضرموت، النازحين والذين أتوا للعمل والذين أتوا لظروف معينة للدراسة أو لأي غرض آخر، ووجدوا في حضرموت الحضن الدافئ الذي احتضنهم ورحب بهم. هؤلاء تقع عليهم مسؤولية اليوم في مساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت. عليهم واجب كبير أن يدلوا بأي معلومة لأي عناصر إرهابية أو عناصر مخربة قد تكون بين أوساطهم. أشاد رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت العميد الركن سعيد المحمدي بالإنجاز الأمني الذي أسفر على القبض على خلية إرهابية كانت تستهدف عدد من المنشآت المدنية بالمكلا. وأحيى العميد المحمدي التحركات والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية
في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها المحافظة تحديات أمنية وعسكرية خطيرة، مشيرا إلى المخاطرة الكبيرة التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار حضرموت وإقلاق السكينة لدى المواطنين، مؤكدا إلى أن هذه المرحلة تتطلب رفع درجة اليقظة وتكاتف الجميع لمواجهتها. كما دعا المحمدي أن السلطة المحلية بحضرموت والنخب السياسية والاجتماعية ورجال الدين وجميع المواطنين لاستشعار مسؤولياتهم الوطنية وترفع عن أي خلافات والاستعداد لأي خطر يواجه المحافظة. أكد ناشطون مساندتهم ودعمهم لقوات النخبة الحضرمية، محذرين من المساس بهذا المنجز الأمني ومحاولة زعزعة أمن واستقرار ساحل حضرموت عبر المظاهر المسلحة وإدخال عناصر مشبوهة من خارج حضرموت. محاولات كثيرة من أطراف متربصة لزعزعة أمن واستقرار محافظة حضرموت وخصوصا مدينة المكلا، المدينة الأكثر أمنا في الجنوب وفي البلاد عموما. نحن نقول على نخبتنا الحضرمية وأمنها أن تأخذ اليقظة وأن تكون في استعداد دائم، لأن هي المستهدفة بدرجة أساسية، وبالتالي نطلب من المواطنين وكافة المكونات السياسية والحزبية أن تقف صفا واحدا مع قوات النخبة في تعزيز أمن ساحل حضرموت والوادي. المشاركة السياسية في صناعة المستقبل الجنوبي أمر مقبول، ولكن إصرار دخول موكب مسلح إلى ساحل حضرموت خاصة في هذا التوقيت الحرج والذي يضم عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة يعد أمرا مرفوضا قد تجاوزه المجتمع الحضرمي. لا شك أن الزعيم باعوم لا غبار عليه من حيث نضاله، ولا ينكر نضال الأخ باعوم، ولكن فيه من يصطاد في الماء العكر، ووجود مثل هؤلاء الناس المسلحين من خارج المحافظة مرفوضين تماما. اتهام الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للحراك الثوري في تصريح لأحد قنوات الإخوان لقوات النخبة الحضرمية بالغطرسة والهمجية ووصفها بسذاجة المبررات التي ظهرت لعامة الناس يعد انتهاكا وتعد على هذه القوة الحضرمية التي فرضت الأمن في مناطق سيطرتها وطهرتها من الإرهاب. فعلى الجميع أن يتحرى وأن يلفت النظر لأي شيء يدور حول حضرموت من أي شيء ملفت للخطر وما أشبه ذلك، فعلينا أن نقوم مساندة الأمن في كل شيء، يهمنا الأمن والأمان في حضرموت أولا. تطورات متسارعة في المشهد الأمني بساحل حضرموت تزامنت مع الكشف عن خلايا إرهابية ألقت قوات النخبة القبض عليها وأفشلت مخططاتها التي كانت تستهدف بعض المنشآت والمرافق الحيوية في عملية لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار في المدينة. النخبة الحضرمية لديها القوة الكافية لتأمين أي شيء، ولديها القوة الكافية لحماية حدودها ونطاقها في إطار المنطقة التي تسيطر عليها. أما بالنسبة هناك عمليات إرهابية تم إيقافها أو تم مداهمة أوكار لعناصر إرهابية في المكلا وكشف مخططات يراد منها النيل من حضرموت وزعزعة أمن حضرموت، هي مخططات قد سبقتها عدة مخططات وفشلت. قوات النخبة الحضرمية هي مكسب للمحافظة، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتها هو واجب على هذه القوات التي تحتاج إلى المؤازرة من قبل المواطنين في التبليغ عن أي تحركات مشبوهة من قبل الخارجين عن القانون. دشنت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت تسليم مكتب الصحة عددا من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية لمراكز العزل العلاجي بوادي وصحراء حضرموت، وتعرفت السلطة على مكونات المشروع والذي يتضمن منترات ومنظمات أكسجين وأسرة وأطقم حماية من كورونا وبطانيات وأدوية واسطوانات أكسجين. كما دشنت السلطة عملية تسليم 3 حافلات نقل للكوادر الطبية بالمراكز العلاجية بمستشفى الحياة بالقطن والمستشفى الميداني بتريم وميناء الوديعة البرية.
اتخذ البنك المركزي قرارا بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال صرافة لعدد 54 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك وإحالتهم إلى الجهات الاختصاص لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وحذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قراراً بإيقاف تراخيصها لاحقاً، مشدداً على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عن البنك وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق، مؤكدا استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة. وأهاب البنك المركزي بكافة التجار والمواطنين توخي الحذر من التعامل مع أي شركات ومنشآت صرافة تم توقيف تراخيصها والاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة تجنباً لأي مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة. اطلع خبراء مسام في العاصمة عدن والساحل الغربي على سير عمل الفريق رقم 29 العامل في منطقة كرش بمحافظة لحج ومدى التزامه بالمعايير الدولية في النزع. وخلال الزيارة التفقدية شدد خبراء مشروع مسام بضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة وعدم التهاون بها أثناء العمل وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية في النزع والتقيد بإجراءات الجودة والسلامة. وأشاد الخبراء بجهود ومستوى الفرق الهندسية في إنجاح تنفيذ المهام الموكلة لهم. أصدر الإعلام الحربي التابع لميليشيات الحوثي الإرهابية بياناً عن ما أسمتها عملية ربيع النصر والتي نفذتها على مدى أكثر من شهر في محافظتي مأرب وشبوة. المزيد في سياق التقرير التالي. بيان صادر عن القوات المسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية أعلن عما أسمتها عملية ربيع النصر والتي نفذتها على مدى أكثر من شهر في محافظتي مأرب وشبوة وسيطرتها على مناطق واسعة في تنفيذ عملية ربيع النصر في محافظتي مأرب وشبوة. البيان العسكري للميليشيا تحدث عن نجاحه في تنفيذ عملياتهم العسكرية في عدة مناطق منها مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة ومديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب. البيان العسكري تجاهل عمليات الانسحاب لقوات الجيش الوطني التابع لشرعية الإخوان وما تم من صفقات استلام وتسليم في مؤامرة دنيئة توضح عمق التفاهمات بين هذه الميليشيات. البيان العسكري لهذه الميليشيات تجاهل أيضا حصارهم على مدى أسابيع متواصلة لمديرية العبدية والذي لم يراعى فيها حقوق الإنسان وأطبق حصار خانق على أهلها الذين فضلوا المقاومة على الاستسلام وسط خذلان من حزب الإصلاح الذي يتحكم بالقرار العسكري والسياسي للشرعية اليمنية. هذه الانتصارات الوهمية التي تسوقها الميليشيات لم تجني سوى مناطق منكوبة وتهجير المئات من أهالي هذه المناطق. أعلنت قيادة قوات التحالف العربي أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية. وأكدت قيادة التحالف عبر وكالة الأنباء الرسمية واس إلى اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، معلنة عن تنفيذ 41 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بمنطقة العبدية بمأرب والقرى المحيطة خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 165 عنصرا إرهابيا. وأضافت قيادة التحالف العربي إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ما زالت تمارس عملياتها الإرهابية ضد المدنيين وتمنع وصول المساعدات للمرضى بمنطقة العبدية، مجددة تأكيدها على استمرار تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني لحماية المدنيين العزل من الانتهاكات الحوثية.
أكد في الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان العربي على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. وفي الجلسة الافتتاحية ندد مجلس الشورى اليمني بالدعم الإيراني للميليشيا الحوثي الإرهابية الذي امتدت أثاره للأضرار بأمن المنطقة، مطالبا الهيئات الرسمية العربية بمزيد من دعم للمقاومة الشعبية وقوات الجيش في هذه المواجهة، مشيرا إلى الجهود المشكورة التي بذلها الأشقاء في التحالف العربي للتوصل لاتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن والذي قطع فيه شوطا كبيرا، والتأكيد على استكمال تنفيذ بقية بنوده ذات الصلة بالجانبين العسكري والأمني. وطالب مجلس الشورى بمزيد من الجهود العربية المشتركة للحفاظ على الأمن القومي العربي وعدم السماح بأي اختراقات إقليمية ودولية من شأنها المساس بالأمن القومي العربي أو تعريض مؤسسات الدولة للخطر. والآن مشاهدينا الكرام نترككم مع أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. ختام النشرة هذا تذكيرا بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يعلن عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تفجير عدد من المنشآت الخدمية والأمنية بالمكلا. ناشطون يؤكدون مساندتهم للنخبة الحضرمية ويرفضون المظاهر المسلحة من خارج المحافظة. ميليشيات الحوثي تعلن سيطرتها على مناطق واسعة في محافظتي مأرب وشبوة. التأكيد على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي في القاهرة. مشاهدينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تيفي. حتى الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته.